النادي الاهلي طبعا دوافع كبيره جدا جدا، حامل اللقب، بدايه كويسه مع المريخ في مصر، عنده الماتش الثاني بره مع تقريبا الفرقه اللي بتنافس في المجموعه ده في رايي يعني، على ارضه وفي وسط جمهوره. النادي الاهلي طبعا حاطط في دماغه السيناريو بتاع السنه اللي فاتت، مش عايز يحط نفسه في كعبله زي السنه اللي فاتت، وكان حصل عدم توفيق في اول مباراه واثرت عليه بعد كده لغايه يمكن المباراه الاخيره في قبل طبعا الصعود، مباراه الهلال فهو عايز يرتاح من بدري، وطبعا ان شاء الله النادي الاهلي بمكسبه بكره يبقى 6 بونت. اولا ضرب المنافس اللي هو معاه في المجموعه، كسب بره ارضه، عنده الماتشات اللي جايه يعني هيقدر يبقى مرتاح شويه، ما عليهوش الضغط، لان النادي الاهلي برضه انه بيحارب في كذا جبهه، هو عارف ان هو عايز برضه يرتاح شويه في مظبوط التصفيات، حتى الروتيشن يبقى كويس بالنسبه، يقدر يغير بالزبط. يعمل احلال وتجديد، يعمل عشان كمان عنده مباريات متاجله كتير في الدوري طبعا، فهو عشان يرجع ماتشات هتبقى ورا بعض متلاحقه صحيح، بطوله يعني ما بنفرطش فيها، بطوله الدوري البطوله المفضله بالنسبه لنا صحيح. والحمد لله احنا بدون طبعا الحاجات اللي هي لما نستكمل المباريات المؤجلات وكده ان شاء الله نبقى متصدرين صحيح. فهو الماتش بكره كمان بالنسبه للنادي الاهلي جاي بعد رحله شاقه وبطوله كبيره بما فيها من حمل عصبي وبدني على اللعيبه كلها، في اصابات، في اجهاد بالنسبه غيابات طبعا وغيابات، حاجات كتيره جدا مأثره. تاني حاجه ان هو بيلعب برضو على ارض الخصم في وقت الظهر في جو فيه رطوبه عاليه، الكلام ده كله برضو بيستنفذ مجهود كبير. لما نيجي نتكلم بقى على تفاصيل ان احنا ممكن نلعب ازاي بكره، السيناريو هتفرق طبعا في الكلام، موضوع الملعب والجمهور والرطوبه وازاي نوزع الجهد وكده.